عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم اتفضل. واحد زميلي حلف بالله إن هو هيعمل عمل معين ايوه ولو ما عملوش هيدفع 1000 جنيه، ايوه فالمهم إن هو ما قدرش يعمله، يدفع 1000 جنيه. مش في مقدرته إن هو يدفع 1000 جنيه. إذن يكفر كفارتين اليمين. أنا في حكم النذر دلوقتي يعني. يكفر كفارتين ازاي؟ حلف أن يعمل صح؟ أي ولم يعمل، هذه كفارة يمين. وحلف أنه إن لم يعمل سيدفع 1000 جنيه ولا يستطيع. فسنقول إذا أدخلناه في النذر كفارة النذر كفارة يمين، أو أنها تبقى في الذمة إلى أن ييسر الله له. يعني يعمل كفارتين. لو وجهة نظري والله أعلم، اجتهاد والله أعلم. طيب يعني كفارتين ازاي؟ إطعام 10 مساكين عن كل كفارة.